عن إذنك، خدي راحتك. كيف شفتي لي المعرض؟ مو المهم أنا شو شايفة، المهم النقاد شو شايفين وشو رح يكتبوا بكرة. حتى لو كذبتي علي ما فيك تقولي لي ولا كلمة واحدة تشجعيني فيها؟ أنا كتير عجبني. ليكي دخيلك شو بتفهم؟ يا الله قطع البوتيفور صغيرة كتير طيبة. صح. وأنا غريبة حماتك، ما شرفت على المعرض صاير شي؟ مربية مريضة، ضلت عند فريدو بالبيت. يا الله هالمرة شو بتحب تمثل؟ عملت الصغير حجة مشان ما تحضر معرضك، أكيد عم تتدخل بحياتكم مو هيك؟ حماتي ضلت بالبيت لأنها بتحب حفيدة كتير. ماما أنا كتير حابب شوفه، ما شفناه من رأس السنة. التنين المسا رح يجوا يسهروا عنا، أكيد رح بتشوفه. مراد حابب كتير يشوف فريدو. اشتقت له. وأنا فكري مشغول عليه. هي شفنا الرسمات اللي هون، خلونا نروح نشوفه. إذا بدكم بوصلكم. الله يخليكم، خلونا نروح. ما منعرف إذا أختك ولميس حابين يروحوا معنا ولا لا. لحظة، لوين رايح؟ رح شوفهم. ألوان هاللوحة عجبتني كتير، بتجنن. لوحة تجريدية راسمينة على الخشب. لميس؟ مرحبا. كنت عم بتطلع عليك من بعيد. لو تعرفي قديش انبسطت وقت شفتك. ما تغيرت النوم. وانت لساتك كذاب. كنت متأكد انه رح يجي يوم شوفك فيه. عايشين بنفس المدينة. انت اختفيتي، ما عاد شفتك، ما لقيتك. مر 15 سنة، صدقيني هالمرة دورت عليكي بكل مكان. عن جد؟ انبسطت لأني شفتك جهاد. خاطرك لميس. مينها؟ امشي. لسه عم بيطلع؟ رجاء لا تطلع. تلبكت كتير. قولي لي مينها؟ جهاد، هذا الشخص بيكون خيبة أمل قديمة. احكي لي، بدي أعرف القصة كلها. خلص أجلية بحكي لك. نهال، مادموزيل. ولد لا تصرخ عيب. شو رأيكم نروح نشوف فريدة؟ من وين طلعت لنا بهالقصة؟ قال إذا بتروحوا السيد نهاد بيوصلنا. خالة فيروز كمان بدها تروح. خلونا نروح، شو رأيكم؟ موافقة. ماشي، أنا بروح كمان. يا سلام، يلا. قلتي لي بعدين بنحكي، وهلأ كمان ما رح تحكي لي؟ ما نحكي يا حلوة. قصتي حزينة مثل أي بنت صبية، بتحبه وبتعشقه وبالأخير بتنصدم بالحب
ليش انفصلتوا؟ ما اتفقتوا مع بعض؟ سافرت على باريس أسبوعين، كان عندي شوية شغل هنيك. لما خلصت شغلي رجعت بدون ما أخبره، حبيت أعمل له إياها مفاجأة. وطبعاً لما وصلت على البيت انصدمت. أكيد كان عم يخونك. فتحت باب البناية لأنه كان معي نسخة عن المفتاح. بعدين إجت بنته كبست الأنترفون، سمعتها عم تقول مرحبا حبيبي، هي أنا مفتاح. قالت حبيبي. بعدين فتنا من نفس الباب وطلعنا ببعض، وكل واحدة مصدومة أكتر من التانية. بعدين هو فتح الباب ولما شاف وشي انتهى كل شي. أصعب شي الخيانة. ما بعرف شو هو يلي عذبني هالقد، خيانته إلي ولا عدم ثقتي فيه، ما عم بعرف. الثقة كتير مهمة يا نهال، وبكل العلاقات، بالشغل وبالعشق وبالصداقة كمان. الشخص يلي بدك تستمري معه بالحياة لازم توثقي فيه. أصغر إشارة استفهام ممكن تخلي جواتك أجوبة كتير كبيرة، بس تكوني عم تختاري بدك تدقي كتير على هالنقطة. ماشي؟ أنا رايحة بدي أشوف مراد. Thank you.